Hello, hello, my dear pupils. Today, إن شاء الله, we have a video. عنا اليوم فيديو موجه للسنوات الأولى متوسط على sequence number one. رايحين إن شاء الله نحلو task page 41. Task one على I read and do. معناتها أقرأ وأحل التمارين. عنا هنا page 41 يعني لاباج 41. نقرأ التكست تاعنا بعد نجاوب على التاسك اللي عندنا. Hello, my name is Razan. أهلا اسمي رزان. I'm 11 years old. في عمري 11 سنة. I'm from Algeria. أنا من الجزائر. And I live in Baghdad. نعيش في بدنا. I'm pupil at بني أو بن بولعيد middle school. I'm pupil at بن بولعيد middle school. أنا تلميذة في بن بولعيد متوسطة بن بولعيد. How about you? ماذا عنك؟ الآن سوزان راح يجاوب فيها. هذه سوزان وهذه وراح يجاوب في رزان. Hello, I am Suzanne. I am 13. أنا في عمري 13 سنة. I'm from Great Britain. أنا من بريطانيا. أنا من بريطانيا. And I live in London. ونعيش في لندن. هنا سهلة جدا. Task one. I read and color the correct answer. نقرأ ونمسح ولا نقرأ وندون الإجابة الصحيحة. رزان is. رزان شحال في عمرها؟ قلنا إنه رزان في عمرها 11 سنة. 11, 12 or 13. Now we color 11. سوزان is from. سوزان من وين؟ سوزان من Great Britain. إذن سوزان من ألجيريا ولا من أستراليا اللي هي أستراليا ولا من Great Britain. سوزان من Great Britain يعني من الولاية من بريطانيا. So this is the answer of the task. يعني task سهل جدا صعوبة. إذا أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس باش كل تمارين جديدة وعن تمارين قديمة ودروس قديمة توصلكم بإذن الله. Goodbye.